المآذن الشامي تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح. والله والله إني لأستحي من الله أن أبتسم وأخواني هنا يعذبون ويقتلون. ومن أين تبدأ دموعي؟ من أين تبدأ حلم؟ ولي عند العداة في كل أرض ديون في كفالات الرماح، إذا التفت علي سرات قومي ولاقينا الفوارس في الصباح. يا حمص عذبني هواك، وأنني لأود لو طالت حبال غزالي. لقد شهدت 100 زحف أو زهاها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لعظم خطيئتي وقد عاينت قصدي من المنزل القاسي، بكت رحمة لي ثم باعت بشجوها، وحسبك أن الخشب تبكي على العاصي. من العمر 60 سنة، فما من أهلي من استكملها.